إيمانا منهم بأن طريق الإصلاح طويل وشاق، لكن لابد من المضي به، فهو بحسب المرجعية لا تقدر عليه وعلى تبعاته إلا النفوس العظيمة والعقول الكبيرة والعزائم الشديدة والإرادات الصلبة. ساندت الملكات التربوية والتعليمية المنضوية تحت ظل نقابة المعلمين في كربلاء المتظاهرين السلميين في ساحات الاحتجاج لإيمانهم بضرورة تواجدهم هناك، لأن المعركة طويلة بحسب نقيب المعلمين خالد مرعي. الهدف من هذه المظاهرات هو حقيقة دعم ساحات التظاهر بعدد كبير من الطلبة وأيضا بمعلميننا، ونلاحظ أنه أكثر من شهر المعلمين هم متواصلين تماما مع التظاهرات. إذا ستبقى نقابة المعلمين في الساحات التظاهر إلا أن يتم التغيير الشامل في جميع العراق. المعلمون استنكروا عمليات الخطف والقتل التي تطال ناشطي التظاهرات، مطالبين القضاء العراقي بالكشف عن الجناح. قتل المتظاهرين السلميين والنشطاء والمسؤولين في التنسيقيات في جميع محافظات العراق، وهذا الأمر مرفوض، ونطالب القضاء العراقي بالكشف عن الجنات الذين يقدمون على الخطف والقتل لأبناء الشعب العراقي. والشعب العراقي صار أكثر من 60 يوما يتظاهر سلميا ويطالب بحقوقه المسلوبة من قبل أحزاب السلطة الذين عاثوا في الأرض فسادا ويحكمون بيد من حديد ويقتلون بأبناء الشعب العراقي. وأقول لهم وأنا المعلم من مدينة كربلاء الحسين أن الظلم لا يدوم. ويستمر العراقيون بتظاهراتهم السلمية مهما كلفهم ذلك من إزهاق لأرواحهم، فجميع من بساحات الاحتجاجات عرضة لنيران المندسين أو المختطفين الذين يسعون إلى زرع الخوف في النفوس وثنيها عن إكمال طريقها.